مشاهدينا، تم افتتاح أعمال مؤتمر الابتكار في صناعة التحلية اللي يهدف إلى تحويل الأهداف إلى أفعال من خلال التنظيم الذي يدعم الابتكار. تفاصيل أكثر نتابعها في سياق التقرير مع الزميلة سارة سالم. قال تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. لذلك المياه هي شيء أساسي في حياتنا، وتشكل المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أهمية بالغة. لذلك نظمت المؤسسة المؤتمر الابتكاري في صناعة التحلية. اليوم المملكة تقود هذه الجائزة كونها هي الجهة الرائدة في صناعة تحلية المياه على مستوى العالم. فاليوم المملكة تبلغ كمية إنتاجها أكثر من 11 مليون ونصف المليون متر مكعب في اليوم. فانطلاقا من هذا التميز وهذه الريادة للمملكة العربية السعودية، كان لزاما عليها أنها اليوم تقود زمام المبادرة في إنشاء هذه المبادرة واستحداث هذه الجائزة والعمل عليها بشكل كامل. حتى اليوم الجميع يفخر بأنه اليوم عندنا أكثر من 105 مشارك يمثلون الشركات والأبحاث من أكثر من 27 دولة في جدة، يتنافسون على 8 جوائز. هذا شيء يدعو للفخر، وبالتأكيد أنه سيساهم في رفع إمكانيات المؤسسة من خلال تبني هذه الابتكارات في تقنيات صناعة تحلية المياه. هي تقود العالم في هذه الصناعة بلا شك، ولكن اليوم تبنيها لهذه الابتكارات وفتح هذه المنصة سواء كان حفل الجائزة أو المؤتمر غدا في نسخة الثانية، مؤتمر الابتكار في صناعة التحلية، في جلسات حوارية، في نقاشات، في اجتماعات الطاولة المستديرة، في توقيع اتفاقيات على الهامش بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي، في عدد من الإعلانات اللي ستكون غدا بإذن الله عز وجل. هذا الشيء سيساهم بشكل كبير في أن تكمل المملكة مسيرة التميز والريادة في صناعة تحلية المياه. يعطيك العافية زميلتنا سارة سالم على هذا التقرير. طبعا مؤتمر الابتكار في صناعة التحلية، شفنا هذا المؤتمر وشفنا كل الاتفاقيات اللي حصلت أيضا في هذا المؤتمر.